ونختتم معكم مشاهدينا الكرام جولة مختارات أعمدة الرأي والمقالات لليوم بزاوية بالمنطق للكاتب الصحفي صلاح عوضة من أخيرة الصيحة والتي أتت موسومة اليوم بعنوان ولكننا نستحي. يقول عوضة في مقدمة زاويته: لم أضحك مع الضاحكين في فضيحة النمل، ففضائحنا عادة أو حين تتجاوز الحدود تصبح مدعاة للأسى للضحك، وجراء فضيحة نملة سكر ضحك علينا العالم أمس وماتت فضائيات على روحها من الضحك وهي تورد الخبر بتفاصيله. ويمضي الكاتب إلى أن المسؤولين اتهموا سابقا الفئران بالتهام جانب من جسر المنشية كما التهم النمل السكر، ويرى الكاتب: إن كان الاتهام الأول يوحي بالإهمال فالثاني يوحي بالفساد، ويضيف: ولا يجب أن تغضب هذه المخلوقات البريئة إن علمت إن الشعب نفسه اتهم، فقد حمل المسكين أخطاء سياسات الدولة الاقتصادية، قالوا له: أنت السبب لأنك بعدت عن الله واقتربت من شهوات الدنيا وملذاتها. ويذهب عوضة إلى أنهم وجهوا اتهاما آخر ينسف الأول، ويقولون إن السبب الاستهداف العالمي لنا هو تمسكنا بديننا، ويتساءل أي الاتهامين مصدق، ويزيد: ونظل نضحك نحن والفئران والشيطان والنمل الآن، ولكن حين يشاطرنا العالم الضحك نكف ونأسى لما صرنا إليه. ويختتم زاويته قائلا: أقول لمن يصدرون فضائحنا للعالم عوضا عن منتجاتنا: كفاية الحد كده، فالعالم لا يهمه السبب الذي يجعلكم تفعلون ذلك، يهمه فقط أن في السودان مسؤولين يفوقون مستر بن إضحاكا، فخلونا مستورين الله يرضى عليكم واحكموا من سكات، فنحن نستحي إن كنتم لا تستحون.